يقول السائل: نذرت في شهر رجب، إن جاء شهر رجب السنة المقبلة وأنا معافا أصوم في كل سنة من رجب 10 أيام، هل أوفي بنذري أم لا؟ علما أن في بلادنا يعتقدون في شهر رجب اعتقادات باطلة. هذا النذر لا يجوز، لأنه بدعة. تخصيص رجب بعبادة هذا بدعة، فالنذر لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر في رجب معصية، لأن تخصيص رجب بدعة، فعليه كفارة يمين، عليه أن يعمل كفارة يمين عن نذره. نعم.